اليوم غادي نوريكم الماء اللي تتشربه الساكنة ديال أسا الذي هذه المدينة اللي خصت أحسن استقبال في الزيارة الملكية. نبداو نطلقوا الماء، بسم الله. شوفوا الماء اللي تتشرب الساكنة ديال إقليم أسا، هذا هو الماء اللي تنخلصه للشركة واللي كان دائما انقطاع. انتم كتشاهدوا معايا أن هذا الماء تنتحدى أنه يشربه الوزير طبعا او المدير العام ديال المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. انتما ما يصلح حتى الغسيل للموعن هذا.